اتاكد من داتها واقول لك. اسم الله يا فندم، اسم الله، الله اكبر. هذه ايدك يا مرحبا، هذه ايدك يا فندم. ولانه صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه الفل تعود اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتاع مسابقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه. بضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني انت اهبل وريالتك تملى طشت. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت في ابنك يا رجاء، يا دي الشيله ويا دي الحطه، رحنا على جمل وجينا على بطه. واحده واحده بس يا حاجه، بطه ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم ما هيديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطه ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته وتترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ يا هتاكلك خش يا عم، في ايه خش. السلام عليكم، زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه ده جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا يا ام صالح انت. ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه؟ ماليش اسم تناديهولي. جرايا يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا يا عصر. عايز تضربني؟ جرايا يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب. انت خلاص يا صالح. انت صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي، بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا اوبا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. انت بتدهاني، روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش، خش خش، اجري على الاوضه اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زقرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما؟ يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها، انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف. عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 ويا بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة، هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعة نقسمهم علينا بالعدل، أنا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ أنت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وأنا واخد كام؟ 4. يبقى قسمة العدل ولا لأ؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا أنت البنجو بتاع عم مجدفري حاسك دماغك، أنا أسرق بنك؟
يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. اسم الله عليك. ده سوقي، ده اسمها استلاف، عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغاية بكرة، هفكر فيها وانتوا برضو دوروها في مخوكوا كده. انا مش هدور حاجة في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ تقروا تجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت وجنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص، قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو، مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع، صالح انا ابويا لو جه وعرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص عندي. بس بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي هو اللي ادعى ابوه بعدين يرجع على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمر، انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم، ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلوه قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعده عربي وهنا شوايه عشان ايه نجل. هو اللي حلو؟ ايه هو قاعده عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه، فما تزيطش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله، احنا ولا حاجه. اقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى، اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقفل ميه في حاله، هو عمره ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس، ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه. بقول لك لا مش بيبيه. ما لو مش بيبيه يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان، اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تبقش فينا كده. بعمل بيبي في الميه. اهو بيعمل اهو بيبي في الميه. انت بتعمله ايه في الميه؟ بس بقى يا بنت انت ساكت بقى. هم بيشربوها، هي بقت ورد. خلاص ده مقزز يا اخي، ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى، عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل، لابس ايه ده؟ انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه واحد ليه طاقه. يعني ادافع عنك اقول ايه؟ الخرا اللي انت لابسه ده يا عم، ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه. ده خدت ايدي بس. خلاص مش شرط. اقعد بقى وتعالى بقى ساكت بقى. حاضر يا عم. حاضر رجلك دي. اسمعوا بقى يا رجاله، انا وصلت الخطه، والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره، هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه.